اه قولي والله ايش دي ضرب الواعره يا ما خبيش عليك بكل صراحة، كما تعرف بلي أنا نهضر غير صراحة في التلفزيون ولا في القناة الهداف. مقابلة كانت مملة، ما شفناش مقابلة قوية كما معودين بالمقابلات الدربيات يكونوا في المستوى في قمة. هذه الخطرة شفنا مقابلة مملة، ما كان ولا حلوة المقابلة. شفنا مدرجات الله يبارك، شفنا غير في الديربي هذا كنا نشوفوا غير لي سيبورتير ولا لا غاليري اللي كانت في القمه وعلى طريقه الكبار. انا نقول لهم يعطيكم الصحه الجمهور للطرفين، كو سوا مولديه الجزائر ولا اتحاد العاصمه. ما المقابله شفنا 20 دقيقه اللي اتحاد العاصمه سيطرت بالطول والعرض على المقابله، ومن بعد ما شفنا ولا شيء فوق الميدان صراحه.